الطرف الايسر. هنا الاستلامه من ادريان رابيو. رابيو يلعب الكره الاماميه عند فيليب كوستيتش، لكن هنا راسموس كريستنسن للمسه سريعه حلوه لرابيو. رابيو رابيو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا رابيو، يظهر في منطقه الجزاء والفرنسي يخطف الاول لليوفي. الفرنسي يخطف الاول لليوفي. يا عيني عليك يا ادريان، يا عيني عليك يا رابيو. يسجل في اول دقيقتين اول اهداف اليوفي في ارضيه الملعب ادريان رابيو. قلت لك التحرك من غير كوره بيفرق معاه في شوط اللقاء الاول. ها هو ادريان رابيو، بص الكوره، بص الضغط من كوستيتش، وبص كعب القدم الرائع من فلاهوفيتش. يا ولد يا رابيو بكل هدوء يركنها على يمين باتريشيو، اول اهداف المباراه. ادريان رابيو يتقدم لليوفي 1-0 1-0.